على هذا الملكة النضالي اللي كيجي بعد إصدار هذا القرار، هذا القرار المجهد، القرار غير العادل الضال. وكما تلاحظون أن شعار ديال هذه الوقفة هو أن إذا كان الخطاب الملكي الأخير يشجع وينادي يشجع الاستقرار، فاحنا كنشوفوا كيف أن رئيس المحكمة الابتدائية يناقض هذا التوجه ويصدر هذا القرار لانفراد الطالب واللي كيعبر على مصالح شخصية ذاتية، وكنعتبروه حكما فاسدا، كنعتبروه حكما غير عادل، على اعتبار أن أولا دفوعاتنا في المرافعة انطلقت مجموعة من المبادئ. أولا هذا السيد الذي يدعي أنه أولا أنه تمس مهاج المدادية قدم قانون أساسي مزور واعتمد على القرارات السابقة بقانون أساسي مزور، وهذا في حد ذاته كافي على اعتبار أن السيد عنده متابعة جنائية ومتابعة جنائية، وبالتالي هذا في حد ذاته كافي باش القضاء يساند الولادية في هذا العمل الاستثماري وهذا العمل الاستثماري. ثانيا المعني بالامر والله هذا السيد قدم الاستقالة ديالو، وبالتالي انه يفتقد لكل صفة في الدفاع على اي مصلحة، وبالتالي احنا كذلك نعتبره على ان الودادية والمكتب المسير عنده شرعية انطلاقا من الحكم القضائي اللي بنى الحكم ديالو وبناء المنطق ديالو على هذ الاعتبارين الاساسيين، اولا التزوير، ثانيا واستقالته. وبالتالي حنايا الاخوان الله يخليكم حنا في هذه المرحله الحرجه اللي راه حنا كنناديو بمراجعه هذا الحكم الجائر، وحنا متمسكون ونعتبروا هذه الوقفه انما غير بدايه خطوات نضاليه مستقبليه سوف ندافع على حق الوداديه وكرامة ودادية وكرامة الجزء، لأن الأمور وصلت إلى الحد غير مقبول، وغادي ندافعوا على حقنا في إخراج المشروع إلى حيز وجود حتى الأخير رماق. وتحية نضالية ومزيد من النضال. عاش الملك. غادي تقول لكم لانها ادرى وبالمناسبه مزيه في كتلي وبالمناسبه راه يجب الوقوف تحيه اجلال واعتراف لهذه المناضله. راه السيده الصبر راه بذلت واحد المجهود اللي جبار وكبير، راه المجهود بذلته بطبيعه الحال مع مساعدة الأخوة المكتب، ولكن يرجع لها الفضل الكبير في المرحلة اللي رحنا فيها. راه لولا النضالية ديالها ونكران الذات ديالها والمجهود ديالها ما كانش يمكن نوصلوا للمستوى اللي راه فيه الودادية. راه الودادية الآن لو كان ما كانش عمل هاد التبات وهاد المطابرة وهاد الإصرار، راه كان ممكن نكونوا في واحد الوضعيه اللي ممكن ان هذا المشروع يمكن عمره ما يكون سميتو ويكون بيد الناس اللي باغيين مصالح شخصيه ذاتيه انيه منطق الربح السريع منطق الصفقه. والان ها هي الرئيسه تقول لكم كلمه في الموضوع. كاتبين وتتساندوا مع بعضياتنا ودافع منكم لاننا خدنا هذه المعركه وتحملنا هذه المسؤوليه. المهم حنا رحنا واقفين هذا اليوم ضد صدور امر استعجالي عن سيد رئيس المحكمه الابتدائيه ببركان يقضي طبقا للبيان الذي توصلنا به من سيد بن طه سيقضي بايقاف الاشغال الى غير فتح الموضوع مع غرامه تهديديه قدرها 300 درهم عنيه كل يوم في الحال. حنا تفاجئنا اولا انه هناك دعوه امام محكمه ابتدائيه ببركان
في حين أنه هناك دعوة أهم وأشمل في المحكمة الابتدائية بوجدة حول إيقاف النشاط. كيف يعقل أنه هناك دعوة أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بإيقاف النشاط، موضوعها إيقاف النشاط الوداد اللي هو أعم، وتكون هناك دعوة بإيقاف استعجالية أخرى بإيقاف الأشغال أمام المحكمة الابتدائية ببركان؟ إيقاف الأشغال هو جزء من إيقاف النشاط، ما يمكنش تيدي يرفع دعوة بإيقاف النشاط في بركان بإيقاف وجدة وإيقاف الأشغال في بركان. هذا راه تيشعب الرؤية وتيشعب القضايا. وصرنا هذا الشيء أمام السيد رئيس المحكمة، قلنا له بأن كاينة دعوة أشمل في المحكمة الابتدائية بوجدة، ولا بغى السيد يمشي ينفذ علينا، وكاين الطرق القانونية باش ينفذ علينا مواصلة التنفيذ. ما الحاجة الثانية ركزنا عليها هذه بالنسبة للاختصاص ديالو. بالنسبة للمسألة الثانية، هاد الدعوة الاستعجالية من ساعة لأخرى عندها واحد الخصوصية، هي يكون السيد مهدد في ماله أو لا في شي حاجة اللي تتهمه. هاد السيد هو هاد الأرض ما ديالو، ما ورثها على با، ما ديالنا حنا ما ورثناها، هادي ملك ليه المجموعة من المنخرطين 150 ومسجلة في شهادة الملكية باسم الودادية، يعني ما عندوش ضرر. هاد السيد اللي غايدير هاد النوع ديال القضايا اصلا ما محقوش يديرها، ما مهددش. الحاجه الثالثه ترنا بانه راه السيد داير عدم القبول، هاد الدعوه تتشوبها عده اخلالات، منها عدم القبول، لانه هو اصلا هاد بنتها فريد استقال من الوداديه، وبالتالي ما عندوش صفه باش يترافع وباش يوجه دعوه. ثانيا وجهها ضدي انا بصفتي شخصيه، وانا لا املك هذا العقار ولا لا صله لي به بصفتي شخصيه، هذا ملك ديال الوداديه. ترنا عدم القبول، وترنا نقط مهمه من بينها انه راه عندنا حكم في الموضوع صادر عن المحكمه الابتدائيه بوجده يقضي برفض طلبه بناء على انه هناك استقاله، وعلى اساس انه هناك تزوير في القانون الاساسي اللي دلا به، وان القرار الاستعجالي بايقاف النشاط في وجده ما كان ليصدر لو لم يستعمل هذه الوثيقه المزوره. وفعلا حنا دابا تنقولوا وثيقه مزوره بملء فمنا، لانه كاينه متابعه جنائيه، وهناك استدعاء من طرف المحكمه له لجلسه 24/11، غادي تدوز الجلسه ديال التزوير 24/11/2016، عندنا جلسه في المحكمه الابتدائيه ببركان. صرنا هاد المسائل هادو كاملين، ودار المحامي مرافعه شفويه، فاذا بنا نفاجئ ببيان صادر عن بنتها فريد. الملف مازال ما عرفناش حنا حتى في المحكمه شنو كاين فيه، هو جايب لنا البيان ومصيفط فيه الرقم ديال الملف والتاريخ ديالو والمنطوق ديالو. هاد السيد هذا حنا انتقدنا وعبرنا عن غضبنا على هذا الامر اللي صدره رئيس المحكمه الابتدائيه ببركان، لانه اضر بمجموعه من الاشخاص. كيفاش يمكن لواحد شخص واحد يوقف اشغال ديال 150 واحد؟ هذه لا يعقل، لا المنطق يقبلها ولا القانون. اي ضرر مس هاد السيد بنتها فريد باش يوقف الاشغال؟ هذه ماشي اشغال ديالو، ماشي ارضه، ما ورثها، ما كتبها له شي واحد، ما مسجلاش بسميته، هادو مسجله بسميت وداد ديال الصدقه، وهو لم يتبع له اي علاقه طالما انه استقال من الوداديه. وحنا نعبر عن غضبنا لهذا هذا الامر الاستعجالي، ونواصل المسؤوليه اللي تحملناها لا امام المحاكم ولا امام الجهات المسؤوله، لانه بزاف علينا هذا الشيء. راه السيد عنده 13 القضيه ديال في المحكمه على ملف ديال الوداديه، الله ودي معايا، ما 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 قال الله ينعل الشيطان، ما قال لهم هذا حق، دونك حنا غندافعوا على حقنا بيدينا. وتحيه للجميع. عاش الملك، عاش الملك. 60% شوابل، فوقاش غادي يستافدوا من هذا؟ ها هو ديرها الناس، الناس تجي تقاعدوا، الناس تقاعدوا مازال ما استافدوش، الناس تجي تقاعدوا بغاو يستافدوا من هذه الارض، من هذا هو سني حدا الاعوان القضائيين الاستقاله ديالو، حدا الاعوان القضائيين سجلوا عليه الاستقاله وقال راني مستقيل، كومون سا سكيجي المحكمه؟
باي حق؟ حنا في جمع والمنخرط برنا واحد ما باغيناش، قلنا له ما بغيناش، حتى واحد ما باغي في المنخرط، هو رفع الاستقاله ديالو حتى الجمع العام، قلناها له وجه لوجه، قلنا له ما بغيناش الجمع العام دار الاستقاله ديالو، علاش ما يمشي للمحكمه؟ علاش ما بغيناش بلا وهذا القضاء علاش ما يشوفش الاستقاله تاع السيد؟ ما عنده الصفه، علاش يحكم بواحد الحاجه تاع انسان ما عنده الصفه؟ لا البلاغ ديالو لهذا المشؤوم ديالو ركز على واحد النقطه اساسيه، بغيت الاخوه المنخرطين يفهموها، يحاول ما امكن انه يهز العلاقه والثقه اللي كاينه ما بين المنخرطين والمكتب. شنو هي؟ ان هذا المكتب فشل في تدبير هذه الامور هذه الوداديه، ونحن نقول العكس بملفات واضحه انطلاقا من هذا الملف ديال نزع الملكيه اللي جاب الوداديه واحد القيمه مضافه كبيره. هذا الموضوع ديال الرخصه، هذا المشروع ديال الامان، هذا هذا نقاش وحنا نلح على ان هذه الخطوه يخصنا نتبعها خطوات اخرى الاسبوع المقبل باش نمشيو في تحسيس هذه العداله ديال القضيه ديالنا، ومزيد من العمل ومزيد من البلاد. كاين بيان ديال المنخرطين غاتكون المنخرطين؟ المنخرطين راه مكتوب ياك اسيدي. انت كيقراي؟ يلا زيد. لا انا خدت انا كفيت. نحن منخرط الجمعية السكنية الصداقة لموظفي الضرائب الجهة الشرقية. نحن منخرط الجمعية السكنية الصداقة لموظفي الضرائب الجهة الشرقية، نندد وبقوة الحكم الجائر في حق جمعيتنا المتعلق بتوقيف الأشغال الذي هو جزء من نشاط الجمعية لبناء شقق لقضاء العطلة الصيفية، والصادر يوم 16 نوفمبر 2016 الموافق 16/04/1433 بالمحكمة الابتدائية بالبركان. ولنخلص كل هذا بمخاطبة المعرقل بن طه فريد، ونقول له إن كانت لديك وثيقة تثبت أنك الوارد الشرعي لهذه الأرض من أبيك وجدك فأسرع بإدلائها ونحن وانهي هذا النزاع. شكرا.